فريد مع انفاس كما العاده خرجنا للشوارع ديال الدار البيضاء باش نسولوا الناس على التكرديعه او على الزياده الصاروخيه ديال المواد الغذائيه. لا بغيت تعرفوا ارتسامات ديال الناس يلاه معنا. اش بان لك في الطلعه الصاروخيه ديال المواد الغذائيه؟ بما ان الحكومه حكومه برجوازيه ديال ارباب العمل فهي تتهدف الى المصالح ديال ارباب العمل بين المستهلكين والمشترين فهم في خبر كاينه. ولهذا فان هذه الزيادات اللي تقامت بها الحكومه ما فاجاتنيش انا وما فاجاتش الفئات العريضه من الشعب المغربي. واش غادي نديرو وليدي اللي جات من عند الله مرحبا بها، اش غادي نديرو؟ حنا ما عندنا ما نديرو، الله يهديهم. الله يهديهم. واش هادي من عند الله ولا من عند العبد؟ ما عرفنا من عند الله ما عرفنا من عند العبد، الله يجعل ربي يهديهم علينا. راه حنا مساكن ودراوش، الله يجعل سيدي ربي يهديهم علينا. يعني احنا ولينا بحال التليفونات، الزياده ولات بحال التليفونات، كل خطره موديل، كل خطره ثمن، كل خطره كتحط يدك بحال حطيتي يدك على السلوكه ديال الضو. اي سلعه راه في اي حاجه كتستهلك كيستهلك المواطن، يا محروقات يا مواد غذائيه، راه وليتي تخاف ولو بحال افلام الرعب كتعيشوا. يعني داكشي اللي كنتي كتشوفوا في التلفازه افلام الرعب كل خطره كيخرج لك ثمن. دابا الاشباح ولاو على شكل اثمنه، وليتي كتخرج كتخاف من انك تحط يدك على السكر، تحط يدك على الزيت، تحط يدك على طوموبيلتك، كتردد كتفكر الى ما لا نهايه بالافكار. يضربك الضوء زعما؟ راه ماشي غيضربك الضوء، اعصار، لان الضوء راه غيضربك غادي يتهلا فيك يخليك باقي، اعصار غيغبرك. هاد الناس هادو ما فهمتش فين باقيين غاديين، لان ملي كتلقى الشعار سهل محسن كنا كنستعبوا غادي تقاد الامور ان محسن، حنا ما كرف دابا وما بقاش محسن، كان عندنا محسن. يعني كيف ما كنقولوا ما تبدل صاحبك بمكرف، كان كنا كنتوسموا خير في هذه الحكومه الجديده، كنا كنشوفوها ما تكونش نسخه كربونيه من الحكومات الاخرين، ولينا كنشوفوها كيف ما كنقولوا متطوره على الاخرين بزاف، فاتهم بسنوات ضوئيه في الزيادات. اول يوم من ترسيمها تقلدات المقاليد ديال الحكومه. اول نهار شفنا الزياده في المحروقات وما خفيه كان اعظم، لان شفنا الزياده في المواد الغذائيه، ما بقيتي كتعرف واش تمشي للحانوت واش تمشي للاسواق الممتازه، كل شيء ولا بحال. خاص تكون الحكومه هي اللي تهدف المصالح ديال الفئات العريضه ديال الشعب، فهمت؟ حتى الاقتصاد الوطني ينتعش، لان المستهلكين هو اللي يهزي الاقتصاد الوطني. ورساله الثقه والله في المواطن اللي باقي ما فاقش من الغيبوبه ومن الصفعه ديال الكورونا والتهريسه ديال كورونا ومن الويلات ديال كورونا والتبعات ديالها، اللي باقي الله كيستوعب حياته ما بعد كورونا وما بعد بين قوسين تخفيف اللي ماشي هو تخفيف، تخفيف على الوقت وتزير لي جيبي كيف ما كنقولوا، راه هنا ما كاينش تخفيف. وشفنا الاستراتيجيه اللي اتخذت، الاقتطاعات اللي واش تحطات في حيز التنفيذ، اقتطاعات الا ما درتيش كيف ما كنقولوا التلقيح راه كاين اقتطاع. يعني هنا راه الضغط على المواطن من جميع الجهات. الانسان باقي الله كيقاد اموره، باقي كيقاد الكريديات اللي عليه، حيت حنا كلشي معروف راه ما بقى ما يتخبى. الناس كتقاد امورها في كريدياتها اللي كانت كتخلصهم اللي خداتهم اللي ما استفدتش منهم، لا في البنكه لا بينك وبين الناس. غتجي ضربه اخرى، غتجي تحط يديك عندك مثلا واحد القدر، واحد الصالير اللي خاصو صالير اسميه صالير باش كتعيش، حيت انت دابا وليتي كتخدم باش تعيش، ماشي باش تطور نفسك او لا تحلم. تحلم باش تعيش وباش تاكل كيف ما كنقولوا. كتجي كتلقى راسك عندك واحد الزياده اخرى، عندك واحد 500 درهم ولا 600 درهم كتدخل بها ماكلتك لدارك، التقضيه ديالك للدار، كتجي كتلقى راسك خاصك التريبل ديال هذا الشيء، اضعاف مضاعفه، لان لا يعقل. راه الله كيشوف، يعني اتقوا الله فينا، لان عند الله تجتمع الخصوم.